السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا راح يكون عن الجلاء الاقتصادي والعسكري عن لبنان. هذا الدرس بيصلح يكون لصف التاسع ولصف الـ12. بداية الأمر برحب فيكم ونبلش بالأهداف المطلوبة من التلميذ معرفتها بهذا الدرس. الهدف الأول تعريف المصالح الاقتصادية بلبنان. في عنا نوعين من المصالح، عنا مصالح اقتصادية خاصة ومصالح اقتصادية مشتركة. كيفية استرجاع لبنان لمصالحه الاقتصادية. ثالثا، استرجاع لبنان للفرقة العسكرية وإنشاء الجيش اللبناني. رابعا، الجلاء العسكري الأجنبي عن لبنان عام 1946. بداية راح نبلش بالهدف الأول، ألا وهو تعريف المصالح الاقتصادية في لبنان. على المتعلم التمييز بين المصالح الاقتصادية الخاصة والمشتركة. ممكن بالامتحان يسألنا عرف المصالح الاقتصادية الخاصة والمشتركة، كيف بيكون جوابنا؟ كالتالي: المصالح الاقتصادية الخاصة بلبنان وبإشراف فرنسي، يعني كانوا اللبنانيين يديروها لتلك المصالح لكن تحت الإشراف الفرنسي، مثل عندنا شركة المياه، شركة الكهرباء، وترامواي بيروت. هذا الترامواي هو عبارة عن قطار صغير بيمشي على سكة حديد داخل بيروت، بيتغذى من الطاقة الكهربائية. هذا القطار توقف في منتصف الستينات القرن الماضي وهو ما زال متوقفا حتى وقتنا الحالي. عندنا المصالح الاقتصادية المشتركة بيننا وبين سوريا وبإشراف فرنسي، مثل سكك الحديد، هو قطار يربط بين سوريا ولبنان. وقت إجا الانتداب الفرنسي على لبنان طور عمل سكة الحديد وصارت تحمل بضائع أكثر من قبل. العائدات الاقتصادية لتلك أو لهذا المشروع سكة الحديد كان بيستفيد منها اللبنانيون والسوريون معا. عندنا بنك سوريا ولبنان، وهو بنك مشترك بين لبنان وسوريا، وهو الذي يصدر باسمه تصدر العملة السورية أو الليرة السورية اللبنانية. وعندنا الجمارك اللي هي جمارك البرية والجمارك البحرية، يعني كل شيء عائدات من بضائع تجي من الخارج بنوضع عليها جمارك، بتروح كانت في وقت الانتداب الفرنسي تروح للخزينة الفرنسية بشكل مباشر، ما كان اللبنانيين يستفيدوا منها. الآن سوف نتكلم عن كيفية استرجاع لبنان لمصالحه الاقتصادية. طبعا على المتعلم أن يعرف المراحل التي قطعتها المفاوضات الفرنسية مع لبنان، مع كل من لبنان وسوريا، وتاريخ استلام لبنان لتلك المصالح. نحن بنعرف أنه ب 22/11/1943 خرج الساسة اللبنانيون والزعماء اللبنانيون من سجن رشيّة إلى الحرية، وكان بوقتها الاستقلال السياسي للبنان. طب هلأ بيبقى عنا غير الاستقلال السياسي، بيبقى عنا أمرين، هو الاستقلال الاقتصادي، يعني يصير لبنان هو يدير مصالحه الاقتصادية لحاله، وعنا الجلاء العسكري، لأنه كان بعد في متواجد قوات عسكرية أجنبية بلبنان. بس أقول أجنبية، أقصد عم أقول أجنبية لأنه مش بس فرنسية، كمان بريطاني. طيب هون كيف لبنان بده يسترجع مصالحه الاقتصادية؟ من بعد ما خرجت الحكومة بأعضائها ورئيس الجمهورية من سجن رشيّة، عادت المطالبة اللبنانية للفرنسيين باسترجاع المصالح الاقتصادية. أرسلوا رسالة إلى الممثل، ما بنقول مفوض فرنسي، الممثل الفرنسي في لبنان، أرسلوا رسالة بضرورة استرجاع المصالح الاقتصادية. حاول هون الفرنسي المماطلة بالأمر، وحاول ياخذ مكتسبات اقتصادية للفرنسيين في لبنان من خلال مثلا بضائع معينة تنباع بالأسواق اللبنانية، من خلال مثلا رفع الجمارك عن البضائع الفرنسية في لبنان لتضلها أرخص ويضطر اللبناني يشتريها. طبعا هون اللبنانيين أصروا إنه لا، نحن ما بنقبل أي ضغط منكم يا فرنسيين، وما بنقبل أي شرط منكم يا فرنسيين بالنسبة
لاسترجاع مصالحنا، نحن منا مصالحنا من دون قيد أو شرط. بعد مماطلة فرنسية استمرت لعدة شهور، وبعد تدخل إنجليزي لدى الفرنسيين بضرورة تنفيذ مطالب اللبنانيين، هون بصير تشكل لجنة ثلاثية لبنانية سورية فرنسية. هذه اللجنة بتعقد اجتماعات عديدة فيما بينها، بتوصل في نهاية المطاف إلى أنه الفرنسيين بيسلموا لبنان مصالحه الاقتصادية الخاصة، وبيجري عليها التوقيع بين الممثل الفرنسي والوفد اللبناني، وفيما بعد بيتفقوا على تسليم المصالح الاقتصادية المشتركة اللي هي بين لبنان وسوريا وبإشراف فرنسي، بيوقع عليها الأطراف الثلاثة، تنفصل المصالح المشتركة بين اللبنانيين والسوريين، وبتبقى بس فقط معلق موضوع الجمارك بين لبنان وسوريا. وبوقتها لبنان مستفيد جدا من إبقاء الجمارك المشتركة بين اللبنانيين والسوريين، والسبب في ذلك أنه الاستيراد السوري من الخارج بيكون أكثر من الاستيراد اللبناني، لأنه عدد السكان السوريين أكثر، وبالتالي اللبنانيين عم يستفيدوا من عائدات الجمارك المشتركة بين لبنان وسوريا. عرفنا كيف استرجع اللبنانيين مصالحهم الاقتصادية، هلأ بدنا نشوف كيف استرجع اللبنانيين فرقه العسكري. طبعا هون على المتعلم، نحن من الهدف الرئيسي من وراء استرجاع لبنان فرقه العسكرية انه نعرف امتى استلم فرقه العسكرية، امتى كان عيد الجيش، واسم اول قائد للجيش. تفرغ لبنان بعد استلامه المصالح الاقتصادية لموضوع استرجاع فرق الجيش اللبناني. برجع بذكر هون انه كان عندنا عدة فرق لبنانية داخل الجيش الفرنسي، هن فرق جيش من اللبنانيين لكن يأتمرون بأوامر فرنسية. هون الحكومة اللبنانية بعتت رسالة للممثل الفرنسي في لبنان بتطالبوا فيها باسم الحكومة اللبنانية باسترجاع تلك الفرق العسكرية مع ثكناتها ومعداتها العسكرية، وتصبح تحت أوامر الحكومة اللبنانية. بعد مفاوضات عديدة قبلت الحكومة الفرنسية باسترجاع أو إعادة تلك الفرق العسكرية اللبنانية إلى الحكومة اللبنانية، ووضع تاريخ أو سجل تاريخ إعادة تلك الفرق العسكرية في الأول من آب 1945، وعينت الحكومة اللبنانية أول قائد للجيش ويدعى فؤاد شهاب، وأصبح تاريخ الأول من آب من كل سنة عيدا للجيش اللبناني. طيب هون لبنان استرجع قواته العسكرية، صار عندنا جيش لبناني. هون بدأت المطالبة اللبنانية بالجلاء العسكري للقوات الأجنبية عن أراضيه. على المتعلم أن يتعرف على المراحل التي قطعها لبنان في سبيل الحصول على الجلاء العسكري، خاصة تلك المتعلقة بالمفاوضات داخل هيئة الأمم المتحدة، وصولا للمفاوضات التي حصلت في باريس، إضافة إلى تحديد تاريخ خروج آخر جندي أجنبي عن الأراضي اللبنانية. برجع بعيد أنه من بعد ما لبنان أخذ فرقه العسكرية، وبالتواصل مع السوريين، أرسلت الحكومتين اللبنانية والسورية كتابا موحدا إلى الممثل الفرنسي في لبنان تطالبه بخروج القوات الأجنبية من الأراضي السورية واللبنانية. طبعا برجع بقول آراء الفرق الأجنبية أو الجيش الأجنبي، يعني الفرنسي والإنجليزي. هون كان جواب الفرنسي والإنجليزي أيضا إنه نحن بعدنا ضمن الحرب العالمية الثانية، بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية، بس تنتهي الحرب العالمية الثانية نقعد على طاولة المفاوضات وبنحكي بموضوع خروج القوات الأجنبية من لبنان وسوريا. طبعا هذا الحكي كان في منتصف عام 1944، في المنتصف الثاني من عام 1944. لحسن حظ اللبنانيين
في آب من عام 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية بفوز الحلفاء، يعني فوز فرنسا الحرة والبريطانيين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في تلك الحرب. هذا الأمر كان لصالح اللبنانيين. بيبعتوا رسالة للحكومة الفرنسية بوجوب إخراج الجيوش الأجنبية من الأراضي اللبنانية. طبعا هون القوات الفرنسية والإنجليزية حاولت إنه تعمل مفاوضات مع الجانب اللبناني والسوري، إنه يا عمي طيب أعطونا امتيازات عسكرية في لبنان وسوريا، هي عبارة عن ثكنات أو نقاط عسكرية للقوات الفرنسية والإنجليزية بتبقى داخل الأراضي اللبنانية وداخل الأراضي السورية، إلا أن السوريين واللبنانيين رفضوا هذا الأمر. واستغلت سوريا ولبنان انعقاد هيئة الأمم المتحدة في لندن. نحن بنعرف أنه لبنان كان من المؤسسين لهيئة الأمم المتحدة، وشاركوا سوريا في اجتماع لندن لأنه كان بوقتها مركز هيئة الأمم المتحدة بلندن بعده. فيما بعد في عام 1946 انتقل إلى نيويورك وما زال إلى نيويورك حتى وقتنا الحالي. لكن بوقتها شكل الوفد اللبناني والسوري وفد مشترك بقيادة حميدة فرنجية طبعا لبناني ويوسف سالم، وعضوية يوسف سالم. بيوصل الوفد اللبناني والسوري المشترك إلى لندن على مركز هيئة الأمم المتحدة، بيطلع حميدة فرنجية أو الرئيس حميدة فرنجية بيحكي باسم الوفد اللبناني والسوري على منبر هيئة الأمم المتحدة، بيطالب بشكل علني الدول الكبرى بالتدخل لدى الفرنسيين والبريطانيين من أجل خروج الجيوش الأجنبية من الأراضي السورية واللبنانية. هون بصير في مشادة كلامية بين الوفد اللبناني، يعني بين حميد فرنجي رئيس حميد فرنجي، وبين الممثل البريطاني والفرنسي في هيئة الأمم المتحدة. على أثر هذه المشادة الكلامية بيتدخل الممثل الأمريكي وبيقترح اقتراح أنه ليش ما بتصير في مفاوضات رباعية، يعني بين سوريا ولبنان من جهة مع بريطانيا وفرنسا من جهة أخرى. على ضوء تلك المفاوضات بينسحب الجيشين الفرنسي والبريطاني من الأراضي اللبنانية والسورية. هون بيتدخل الممثل السوفيتي وبيعمل حق النقد الفيتو بوجه الاقتراح الامريكي، يعني بيبطل، بس نقول حق النقد الفيتو بيبطل الاقتراح الامريكي. وبيقترح المندوب السوفيتي انه نحن نطالب بخروج الجيوش الاجنبيه من الاراضي اللبنانيه والسوريه دون قيد او شرط. بيقوم ممثل الولايات المتحده الامريكيه بيعمل حق النقد الفيتو بوجه الاقتراح السوفيتي، ايضا يوقف الاقتراح السوري. هون السياسي او اساس اللبنانيون والسوريون كانوا واعيين لتلك المرحله، وكانوا بيعرفوا انه بتلك المرحله كانت الولايات المتحده الامريكيه هي الاقوى في العالم، وخاصه انه هي اللي ساهمت بشكل كبير بفوز الحلفاء في الحرب العالميه الثانيه، وبالتالي مشيوا بالاقتراح الامريكي. بينتقل الوفد اللبناني والسوري من لندن الى باريس، وبصير في مفاوضات رباعية بين الوفد اللبناني والسوري من جهة، والوفد الأمريكي عفوا والوفد البريطاني والفرنسي من جهة أخرى. وبعد مفاوضات استمرت لشهرين، مفاوضات شاقة كانت، اقتنع الفرنسيون والبريطانيون أن لا حل مع اللبنانيين والسوريين سوى الانسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية دون قيد أو شرط. وبالفعل في 31 آب عام 1900 أو عفوا في 31 كانون الأول عام 1946 انسحب آخر جندي أجنبي من الأراضي اللبنانية، وكتبت هذا التاريخ على لوحة الجلاء في نهر الكالب. في 31 كانون الأول 1946 انسحب آخر جندي أجنبي عن الأراضي اللبنانية نهائي. ملاحظة،
المعلومات اللي أنا شرحتها واللي هي مكتوبة هو شرح مبسط للدرس، على المتعلم أن يقرأها جيدا والالتفات إلى الأسئلة المطروحة. أنا حاطط أسئلة قبل كل مقطع. بالنسبة للإجابة ما بتتأيدوا بالإجابة اللي أنا كاتبها لأنه هي إجابة مختصرة، بدكم تدرسوا كل شيء موجود بالكتاب وخاصة التواريخ، تاريخ استلام المصالح الاقتصادية للبنان، تاريخ استلام فرق الجيش اللبناني واسم قائد أول جيش للبنان، وأيضا تاريخ انسحاب آخر جندي أجنبي عن الأراضي اللبنانية.